أتقدم إليكم باسم إدارة التوجيه المعنوي مديرا ومنتسبي، نتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان للواء 106 الجحفل 106 الأشاوس الأبطال الذين قدموا الرجال. العدو يعني كذبا يقول لكم نحن قاعدين نحاربوا غير في دواعش ولا نحاربوا في طرابلس، نحن نحاربوا في دول، هذه مش خافية على حد. وكنا نبوا النصر، النصر المنو، النصر مش لنا الشخصي، النصر لبلادنا وسيادتنا اللي ضاعت. احنا تو جايين الكرامة، كلمة الكرامة والسيادة مع بعضها. احنا اليوم جايين بيش نشرحوا ما معنى الكرامة وشن تعني الكرامة لنا نحن. تفضل سيدي العميد وشرحها. نحن اليوم جايين نقول لكم رانا قريبين جدا من النصر، حطوا هذه في روسكم وتأكدوا منها. المكان اللي قاعدين فيه الآن كان كمركز للإرهابيين في عام 2016، كان يتمركز فيه المدعو اللي ينقال أبوك العربي. كان في هذا المكان، ممكن في بعض منكم حضر معنا المعركة وحضرناها كيف تم السيطرة في وسط مسلحة اللي هو القطعة الأول على هذا المعسكر اللي سقطوا فيه رفاقة شهداء باش حروا هذا المعسكر لتجوا أنتم كرجال أبطال أقوياء تبنوا هذه المؤسسة. اليوم كلنا فخر بصراحة، يعني المشهد يثبت الصدق لما نلقى أفراد قوات مسلحة بهذا النظام بهذا الزي بهذه الإدارة الضباط القيافة. المشهد حقيقة رائع جداً.